الـLBCI بشهر رمضان المبارك كل تنين وجمعة الساعة 7 المساء رح تستضيف ممثلين من مسلسلاتكن المفضلة اللي عم تنعرض بشهر رمضان المبارك، وهن بدورن رح يخبروكن كل شي صار وعم بيصير معهم بالكواليس وأثناء التصوير. ضيف نهار التنين القادم الممثل علي منيمني من مسلسل رصيف الغرباء. ما تنسوا تلاقونا على صفحات الـLBCI كل تنين وجمعة 7 المساء في جو لايف مع دومينيك أبو حنّا.